إخواني أخواتي، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وعيد مبارك سعيد بالصحة والسلامة وكل ما كتمنوا في خواطركم. كما شفتوا في المينياتور وصفتنا اليوم هي لطارت بالشوكولات بخاليني. ما نطولش عليكم، ندوز نشوفوا تفاصيل الوصفة وفرجة ممتعة. غادي نصوبوا اون طارت القطر ديالها 20 سنتيمتر. نبداو بلا غناش اللي خاصها تكون مصوبه ليله من قبل. غادي نحتاجو فيها 350 غرام ديال لاكريم فريش تكون فيه 35% من المواد الدسمه، 180 غرام ديال الشكلاط بمذاق الكراميل ولا استعملوا الشكلاط اللي تواجد معكم، غرام ديال الجيلاتين غبره اللي درناها في 5 غرام ديال الماء، في شويه ديال الماء. كنديروا لا كريم فريش فوق البوطه وكنخليوها تسخن مزيان. اون فوا كيبداو يبانوا لنا دوك الفقاعات ديال راه بدا كيسخن، كنحيدوها من فوق العافيه، عاد كنزيدوا هذاك الجيلاتين اللي خلطنا مع الماء براد العافيه وكنخلطوا مزيان كما كتشوفوا قدامكم. كنخويو ديك لا كريم فريش مع الجيلاتين فوق من الشكلاط كما كتشوفوا قدامكم، ومن بعد كنطحنوهم مزيان. من بعد كنديروا الخليط في شي اناء وكنغطيوه بداك الفيلم اليمونتير او البلاستيك الغذائي ويكون قايس الشكلاط ونخليوه في الثلاجه ليله كامله. من بعد ليله كامله في الثلاجه لغطليه، كنطلعوا ديك لاكريم مزيان حتى كتولي كوم اون شانتيي كما كتشوفوا قدامكم. غادي نديروها في الجيب الحلواني وكنحتفظوا بها في الثلاجه حتى نحتاجوها. وندوزو نشوفو العجين اللي غادي نديرو بيه جوج ديال لي طارت القطر ديالهم 20 سنتيمتر. للاشاره حتى العجين كنصاوبوه بليله قبل، العجين اللي غادي يبقى لينا مور ما نصاوبو جوج ديال لي طارت نكونجليوه حتى نحتاجوه مره اخرى. للعجين غادي نحتاجو 250 غرام او ربعه ديال الطحين من نوع تي 55، 95 غرام ديال السكر كلاصي، 58 غرام ديال البيض، 30 غرام ديال بودره اللوز، 150 غرام ديال الزبدة بدرجة حرارة المطبخ، قبصة ملح وغرام ديال الفاني. في إناء كنديرو الزبدة كنبداو نخلطوها مزيان باش تطلق راسها. من بعد كنزيدو عليها السكر كلاصي وكنضربو مزيان حتى نحصلو على شكل كريمة. كنزيدو عليهم البودرة ديال لافاني وكنزيدو البودرة ديال اللوز. دائما مع التحرك كنحركو غير بشي سباتول أو بشي ملعقة خشبية. كنزيدو البيض على جوج المرات على الاقل وكنخلطو دائما. كنخلطو ديك القبصة الملح اللي عندنا مع الطحين وكنغربلوه كما كتشوفوا. وفي وسط الطحين كما كتشوفوا الخليط اللي عاد خدمنا بالبيض والبودرة اللوز كنديروه الوسط وكنبداو نجمعو شويه بشويه. العجينه ما خاصهاش تجدلك بزاف، كنخدموها كما كتشوفوا بالراحه ديال اليد او بالكف حتى كتجمع وما كيبقاش يبان عندنا الطحين، فقط نحبسو. من بعد كنجمعوا العجين كنكوروه
وكنطلقوه بين جوج ديال الورق الغذائي كما كيبان قدامكم. ملي نطلقوا عندنا العجين مزيان حتى كيولي في السمك ديالو فقط 3 ديال المليمتر، كندخلوا العجين للثلاجة لمدة على الأقل ساعتين. إلى عندكم سيركل كما كتشوفوا قدامكم، كتقطعوا شرائط اللي كتثبتوا هو الأول في ذاك لو سيركل كامل من الداخل. عندكم المول كتستعملوا المول، استعملوا اللي عندكم. فإلا كان متواجد معنا السيركل كنثبتوا العجين لداخل كما كتشوفوا، كنحيدوا هذوك الزوائد الفوق. من بعد كنحطوا هذاك لو سيركل فوق العجين اللي عندنا مطلوق وكنضغطوا عليه بزاف باش نقطعوا التحت ديال لاطارت حتى هو، ومن بعد كنسوديو الفوق ديال لاطارت مع الجهه التحتانيه اللي عاد قطعنا مزيان باليد كما كتشوفوا في الفيديو قدامكم. كنتكو لو فون ديال لاطارت كما كيبان قدامكم، من بعد غادي نحطوها في الكونجيلاتور لمده 3 سوايع. كي غادي نخرجوها باش طيب غادي طيب وهي كونجلي. كنخرجوا لاطارت من الكونجيلاتور غادي نديروها في الفرن مسخن على درجه حراره 160 درجه، نخليوها طيب لمده 20 دقيقه حتى يولي لونها ذهبي. وندوزو نوجدو الكريمو ديال الشكلاط. غادي نحتاجو فيه 3 ديال الصفار ديال البيض، 150 غرام ديال الكريم فريش 30% ديال الماده الدسمه، 150 غرام ديال الحليب، 30 غرام ديال السكر او معلقه كبيره ونص، 120 غرام ديال الشكلاط اسود. في اناء كنضربوا هذاك الصفار ديال البيض اللي عندنا مع السكر مزيان كما كتشوفوا قدامكم، وفوق العافيه كنديروا لاكريم اللي عندنا مع الحليب وكنخليهم حتى كيفيضوا. كنكب شويه من داك الخليط ديال الحليب مع لاكريم فريش اللي فايضين عندنا شويه على البيض، كندرب مزيان كما كتشوفوا، ومن بعد هذاك الخليط كنعاود نكبه فوق من الحليب اللي باقي عندنا في الكسرونه وكنردو فوق العافيه يطيب. كنخلي الخليط فوق العافيه كيطيب وانا كنحرك حتى كيوصل عندي ل 84 درجه باش غادي نعرفها. دوزوا يديكم فوق المعلقه كما غتشوفوا قدامكم، خاصه دوك جوج الخطوط ما يتلاقاوش، تماك وصل ل 84 درجه. وهنا غادي نكونوا حصلنا على الكريمه الانجليزيه او لا كريم اونغليز. كنكبوها من بعد فوق من داك الشكلاط وكنطحنوا كما كتشوفوا قدامكم. كنعمروا لي طاخت اللي عندنا كما كتشوفوا قدامكم بهاد الكريمه. بالنسبه للبخاليني فهاد الوصفه خضيناه واجد، ما سينو راه ممكن يتصاوب في الدار. كما كتشوفوا هو اللي كنزيدوه فوق من ديك الكريمه حتى كنعمروا لي طاخت ديالنا، وكنزينوه بلا غاناش اللي درنا في الجيب الحلواني وخليناه في الثلاجة. ها هي وصلت نوبته. وللتزيين ايضا زينا هنا بحبات ديال البندق او لينوازيت مع حبات ديال اللوز ايضا اللي قرملناهم من قبل في الفران، وكذلك بهاد الوريقات ديال الذهب اللي كيتسموا لي فوي دور، كتلقاوهم في المتاجر المختصة في لاباتيسري. وهذا هو الشكل النهائي ديال لي طارت كما كتشوفوا قدامكم، وانتم التزيين كيبقى لكم حريه الاختيار تزينوا باش بغيتوا. وبالصحه والراحه مسبقا. شكرا على مشاهده الفيديو حتى الاخير. الى عجبتكم الوصفه ما تنساونيش بلي لايك والتعاليق المحفزه ايضا. مره اخرى عيد مبارك سعيد، الى اللقاء في فيديو قادم ان شاء الله.